استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا استنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية. وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية تيسير مطر أكد أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض أي إملاءات خارجية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر سجل مشبوه. وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد، وأن الانتخابات انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة.